أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا رب السما محيي سوريا عليا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية وجميلة لا تهتمي بديكي بروحي دير الزرق مندس زرق مندس اللدقية يلا يا محلاها الحرية يلا يا محلاها الحرية وطقوا موتوا بعصية والأسد فقد الشرعية راحت المحسوبية أبي ثورتنا السلمية يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية. أصبح يتواجه المواطن مع الرئيس في سوريا، هل هي سوريا الأسد أم سوريا الحرية؟ كيف يلتقي الذئب مع الفريسة ومن هي الفريسة اليوم؟ هل أصبح أسد الغابة اليوم أرنب الغابة؟ عفوا أنا مضطر انسحب، أنا رئيس يا رجل، أنا لست أرنب. لحظة يا أخي، طول بالك يا أخي، لسه ما قلنا شيء. لحظة طول بالك. أعزائي المشاهدين، يلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد مع المواطنة القادمة من حرستا الحرستانية سعاد. تفضل يا أخي. هلأ هون بالبداية هن عم يقولوا إنه بحرستا سقط النظام. يا أخي اليوم عم ينتخبوا رئيس جديد بحرستا وأنت جاي تقول لي إنه بدك تضطر تنسحب. يا أخي رد على هذا الكلام، تفضل رد. في البداية يبدو أني أخطأت بمجيئي إلى هذا البرنامج، كان يجب علي أن أبعث أخي ماهر السفاح، ولكني خفت أن يقع من الكرسي أو يسيطر على الكرسي كما فعل عمي رفعت. جميل جميل. وعندما طلبت من رامي ابن خالتي اشترط لقدومه أن يتشارك بالسبونسر والأرباح مع قناة الجزيرة ويأخذ 60%. مفكرها ثريتين. يا اخي شو مفكرين مزرعه لايكم انتم هي البلد؟ بعدين انت جاي تتكركر وتضحك يا اخي، يعني والله ما عم بفهم عليك. انت جاي لهون ومفكرين هي القصه مزرعه؟ صار لكم 40 سنه عم تقولوا مقاومه وممانعه. يا اخي هي المقاومه، هي المقاومه عم تحكي عليها، وينها؟ 40 سنه رصاصه ما طلعت من الجولان. تفضل رد على هذا الكلام، تفضل رد. مضبوط مضبوط. في الحقيقة يعني نحن نستخدم العنف مع شعبنا فقط. جميل. ونمانع أي واحد من الشعب أن يفعل أي شيء، مظاهرات أو يعني من هذا وكذا. ولكننا ثلميين في الجولان، نحن جيش ثلمي. جميل 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 جميل. لا نحب إراقة الدماء. جميل، لا تحب. ماذا تردين أختي؟ هم يقولون أنهم جيش سلمي يتعرضون للمتظاهرين، بالمقابل يتعرضون مثلا للجولانيين. ماذا تقولين من الجولان؟ حسنا حسنا، بداية أريد أن أترحم على أرواح الشهداء. الله يرحمه. وأريد أن أقول عاشت سوريا، يسقط بشار الأسد. أنا أنسحب أنسحب. لحظة يا أخي، لا تقول نحن ماضون في ثورتنا السلمية. نعم، وأقول لهذا المسخ، لقد فاتك القطار، فاتك القطار، وبيت بيت دار دار، دار لا حنجي لك يا بشار. لا أذبح لا أذبح لا 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 يا أخي شو هذا يا أخي؟ طاولتنا هي، خليها هون يا أخي، طول بالك. نعم 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 تفضل. نعم نعم. وأريد أن أقول أيضا أننا ماضون في هذه الثورة لأننا سنبني سوريا الجديدة من دون عائلتك. نعم، سنبني سوريا المدنية، سنبني سوريا المدنية لأننا هرمنا وهرمنا من أجل أن نبني سوريا الجديدة. جميل جميل. تفضل تفضل. لحظة أختي، لحظة أختي الحرستانية. أولا شيليون هذول التفاصيل. الثورة التونسية، هرمنا. جميل. نحن في سوريا وسوريا لا تشبه تونس، كيف تبنون سوريا جديدة من دوني؟ لا توجد سوريا من دوني، لا توجد حياة للسوريين من دوني. يا زلمة شو أنت، رب العالمين مثلا؟ نعم، وبكل تواضع. نعم، ألم تسمع الأغنية التي تقول ملايين ملايين السوريين بيعهدوك بعهد الله نبني بلدنا معك يا أسدنا وما نركع إلا لله. على فكرة أنا أحب هذه الأغنية كثيرا، أضعها في السيارة وأضع الصوت عالي وأدور في ساحة الأمويين. أيوة.
ماذا؟ ما 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 لا أعرف ماذا أقول لك. أيوة رد. اسمعني، ألم تسمع أيضا ماذا يقولون لا إله إلا بشار؟ فشرت. فشرت أنت. أنت فشرت. فشر أبوك. إيه عن روحك يا حافظ. لا 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 يا أخي يا أخي أضرب طبي يا أخي يا أخي أضرب طبي. أنا أمسك أمسك. لا 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 شوي لا لحظة لحظة يا أخي. تفضل رد على أهلي حرست كلهم قادمين. لا كل شيء الأهالي حرثته. أنا أعتذر أعتذر. طيب طيب لحظة لحظة خلينا نأخذ وقت البرنامج يا أخي. أنت بتقول إنه ما في مظاهرات يا أخي، تقولون ما في مظاهرات، وبالمقابل من ذلك يعني نرى كل يوم المتظاهرين تنزل تحت الرصاص. ماذا ترد على هذا؟ تفضل رد على هذا الكلام يا أخي. يعني نحن لا نصدق كل ما يفبرك من قبل القنوات الإعلامية المغرضة. جميل هذا الكلام. يعني بانين مجسمات. بانين مجسمات. ماذا تردين أختي؟ تشبه أحياء ثورية. جميل ماذا تردين أختي؟ حسنا حسنا اسمع، الآن سأتصل بأخي حمودة اللي طالع مظاهرة من نص حرسته وحارجيك إنك خليك تسمعها لايف هلا. جميل تفضل. لن تستطيع لأننا قطعنا كل الاتصالات عن حرسته. أخي حمودة مع ثورية. الثورية. يلعن أبو الثورية. يلعن الو 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 حموده حموده انقل لنا مباشره حموده. نعم حموده حافتح السبيكر. يلا يلا اوكي يلا. ها ارحل 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 ارحل. تفضل تفضل رد على حموده ورد على الحرس. يلا ارجيني حالك. تفضل تفضل ماذا تقول؟ يعني انتم تريدون ان ارحل؟ نعم هم يريدونك ان ترحل. ماذا سترد على هذا الكلام؟ طيب أنا سوف أرحل، ولكن سوف أرحل من هذا البرنامج إلى قصري في ثوريا. باي باي. لا يا لا يا أخي يا أخي يا أخي وقت البرنامج ما يا أخي. لا يسعني هنا أعزائي المشاهدين سوى أن أذكر وأقول أنه كان اليوم في لقاء حلقتنا الرئيس الراحل بشار الأسد المخلوع الذي ذهب منذ قليل، وتلك الحرسانية القادمة من حرسنا المتظاهرة سعاد. وشكرا لكم وإلى حلقة جديدة بإذن الله. تعالوا تعالوا انت، شو بدك شو بدك؟ بدك حوار ما هيك؟ هي انا حبلش معك حوار. شو بدك شو بدك؟ طيب بدك قانون اي، وبدك حوار اي. انا حنحاول. هاي حوار. هاي حوار يا كلب. تعال هون. هاي لغه الحوار يا ابن الكلب. سلميه 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 سلميه, سلمية.